اللي بيحبوا الكورة أهلا وسهلا بيكم. الفقرة دي يعني مش بس اللي بيحبوا الكورة، بس اللي بيحبوا شغف الكورة، البطولات الرياضية، وإزاي الناس بتتابع قد إيه. الكورة ما بقتش مجرد كده إحنا بنتابع ماتش وخلاص، الناس تقعد بتشوف على السوشيال ميديا، شوفوا الصور، شوفوا الفيديوهات، وبعدين التعليقات، استوديو التحليلي. استوديو التحليلي أحيانا بيلجأ مش بس للفيديوهات وإعادة اللقطة وكده، لكن بيلجأ أحيانا للصور، وبقى في مصورين محترفين على مستوى العالم. المصورين دول بتشوفوا انتوا لما في اي ملعب، او بتشوفوا عدد المصورين ويبقى لابس اللبس بتاع البطوله والزي ويبقى موجود ومعاه الكاميرا، وساعات تقول ايه طب هيفرق ده عن ده ايه؟ لا بيفرق، لانه اللقطه مهمه جدا. احيانا في، وعلى فكره بيخشوا مسابقات كتير وبيتنافسوا، يعني هم نفسهم المصورين بيبقوا موجودين في اي ملعب بيتنافسوا، لان كل واحد عنده اللحظه اللي يقدر ياخد فيها لقطه معينه، خصوصا احتكاك اللاعبين، لحظه الكوره، لحظه الجون، الحكم مثلا لو اتنرفز، لو اتعصب، حد بيقع، حاجات كتير جدا. المصورين كمان مش بس كده بيلفوا، يعني يلف الخمس قارات مثلا ويطير بطيارات ويركبوا يعني قطارات وعربيات ويمشوا آلاف الأميال علشان ياخد لقطة. اللقطة بتبقى مهمة جدا، بيطلقوا عليها كمان يقول لك إيه اللقطة رزق. طبعا رزق، لأن اللقطة دي ممكن تخليه هو حديث الناس وحديث العالم أحيانا، بالذات البطولات العالمية. سمي بقى كأس عالم، بطولات أوروبا، أفريقيا، أولمبياد، كل البطولات المتنوعة يعني على مستوى العالم. اللقطة مهمة جدا، وده اللي خلانا هنا في التاسعة يعني ايه نفكر معاكم بصوت عالي ونشوف قد ايه انتوا بتحبوا حاجات، ونختار فقرات برضو نفكر فيها مع بعض ونشوف الناس بتعمل فيها ايه. البطولات الرياضية الكبيرة جدا جيل من الشباب بيحبها وبيتفرج عليها وبيتابعها. عندي النهاردة الضيوف اللي هنتكلم معاهم، اول ضيف اللي مشرفني في الاستوديو الأستاذ أيمن عارف، وهو صحفي ومصور ومتخصص طبعا في كل أنواع التصوير، لكن حديثنا النهاردة عن الرياضة، وهو الصحفي بالمصري اليوم. مساء الخير يا أستاذ أيمن. مساء النور أستاذ أيمن. إيه حكاية بقى اللقطة رزق؟ يعني هو فعلا أي حاجة بتحصل لينا هي بتبقى رزق. بيبقى بتفرق من واحد للتاني. مثلا أنا موجود في مكان قدر وحصل اللي أنا زي مثلا في نهائي كاس العالم، انا كنت قايل لاصدقائي انا هقف في الحته الفلانيه عشان المكان دوت انا مصورتش فيه قبل كده. فروحنا رحنا في الحته ديت، فانا ربنا كرمني بصوره اللي هي موجوده من ضمن الصور اللي الصوره هنشوفها اكيد دلوقتي. يعني الصوره هنشوفها، الصوره دي لا مش دي، مش دي. اللي هي بتاعت رفع الكاس. رفع الكاس. طب خلينا لما الصور تنزل برضو نتكلم، لان دي بطولات عالميه. اهي الصوره، هي رفع الكاس. ايوه هي دي. كلمني عن الصوره دي، كواليسها ازاي، وهل هي بتبقى مصادفه ولا التدريب ولا اللقطه ولا العدسه؟ لان احيانا يقول لك في عدسات معينه مهمه، يعني خلينا نقرب للناس اكتر الكلام. هو التصوير الرياضي بيختلف ان هو بيحتاج عدسات معينه شويه، مش كل العدسات تنفع معاه، وبيحتاج انواع معينه من الكاميرات. فاحنا دايما بنكون عاملين حسابنا في لاي حاجه ممكن تطرق في على ارض الملعب. زي ايه يعني؟ انت دلوقتي بطوله زي دي، اللقطه دي بتاعه الكاس، ودي كانت اكيد مباريات كاس عالم دي. بالظبط، دي نهائي كاس العالم في روسيا. بالظبط. وشايف الايدين، اللقطه الحقيقه رائعه، يعني اللقطه معبره جدا، كلها حكايه. ده كان النهائي، ده كان النهائي، وكان كواليسها كارثه يعتبر. يعني احكي لنا. ده كان نهائي كاس العالم، بعد الماتش ما خلص، ورحنا عشان هيسلموا الميداليات والدرع والكاس، بعد ما كرواتيا اتكرمت وخلاص داخلين عشان فرنسا تتكرم. احنا كنا متوقعين اليوم دوت ما فيهوش مطره اصلا، كان نسبة المطرة كانت 5 أو 6%. احنا دايما بنشوف وضع المطر في اليوم دوت هيكون عامل ازاي، عشان بتشوف الطقس يعني هيحصل ايه بالظبط، عشان ناخد معانا رين كفر للكاميرا وكده، يعني عشان ما تبصش. فاحنا سيبنا الرين كفر وسيبنا كل حاجة عند الشنط، وايه وقفنا في المكان المخصص لينا عشان نصور التكريم. ففي لحظة
وهي خلاص فرنسا بتتكرم، في سحابة سودة دخلت علينا مرة واحدة ومطر ولا أكتر من الدش، وقف حوالي معظم الكاميرات اللي كانت موجودة. أنا كان معايا، كنت مجهز كاميرتين معايا، واحدة على كتفي اليمين وواحدة على كتفي الشمال. اللي على كتفي اليمين وقفت خالص، ما المطر وقفها نهائي، المطر قضى عليها نهائي وباظت فعلا. فإذا أنت خدتها باللقطة باللي على كتفك الشمال، اللقطة دي بالظبط. دي كانت بعد سنة 300 فتحة 82. وبيبقى يعني اولا عايزه اعرف، اولا سرعه الاداء ده تدريب يعني بيبقى فيه تدريب، لانه دي صور كاس الامم يعني ده بيبقى تدريب معين، انت في دماغك مثلا بتبقى بتتفرج على حاجات معينه عايز تعمل لقطه بشكل معين. بالظبط، احنا يعني عشان ننزل ونوصل للمستوى اللي احنا فيه دلوقتي، احنا في حاجه زي ندرس صور، زي اللي احنا بنتفرج على صور كتير. وفي نفس الوقت لازم ان احنا نمارس. اللي انت بتتحط في موقف مره واثنين وثلاثه، فانت بتعرفي انت الموقف ده اتغلطت في ايه، فبتحاولي اللي انت تتفاديها في المره اللي بعديها. فده كنا يعني مثلا الحاجات اللي احنا كنا بنغطيها هنا سواء دوري او كاس او اي حاجه، فما طلعنا بره بدانا اللي احنا نستفيد من كل حاجه عدينا عليها. وحتى واحنا هناك احنا كنا بنتعلم، كل ماتش كنا بنتعلم حاجه عن اللي قبله. الصوره اللي انت قلت لي عليها رزق عملت لك ايه يعني؟ يعني لما اتحطت بقى والناس شافتها يعني عملت ايه بالظبط؟ لا طبعا يعني دي كان ليها فرحه خاصه، يعني فرحه لا توصف بالنسبه لي يعني. ودي الصوره اللي انا بعتز بيها لغايه دلوقتي يعني. دخلت بيها مسابقه عشان بيدخلوا مسابقات بالحاجات دي وكده؟ يعني ما دخلتش بيها هي، لكن ممكن بحاجات تانية. دي صورة كمان لو عايز تعلق عليها، دي وقت ما مصر وروسيا، لا دي الأرجنتين وفرنسا. أرجنتين وفرنسا، أيوة ده لبس الأرجنتين الأزرق ده، وده ميسي كان ساعة، كان هما ميسي فرنسا كان بيحيي، كانش بيحيي، هو كان كل ما مثلا في جون يحصل كان بينزل يربط الجزمة، ينزل يعمل أي حاجة، وكان وراه الفريق الفرنسي بيحتفل. وده كان الماتش اللي هما خرجوا فيه، يعني ده كان الماتش اللي هو خلاص. انت بقى كنت مراقب ميسي يعني ما هو مثلا ايه، انا لو مصور اقول ايه، انا مش دعوه باللي بيحصل، انا مركز مثلا مع ميسي او مركز مع يعني حد بعينه كده، انا هقعد كاميرتي عليه. ده بيحصل ولا انت بتيجي بالصدفه؟ لا هو احنا بنبقى يعني بناخد نظره قبل ما نبص في العدسه، احنا بناخد نظره على الجو العام بره. انا شايف ان ميسي مثلا بيبقى تحركاته او انفعالاته قليله، فوقت ما بيصدر منه اي حاجه فانا لازم اكون على طول في ساعتها. لا يعني مثلا في اللقطه دي، اللقطه فيها كذا حد وفي يعني يعتبر فيها كذا قصه يعني. ايه اللي خلاك وقتها تاخد ميسي ولا انت كنت متابع ميسي؟ لا هو انا كنت متابع ميسي لان كنت عايز اللي هو اي رياكشن ليه يظهر. وبالنسبه لي الفرحه بتاعت فرنسا انا كنت واخدها في صور قبل كده، فكنت بدور على عايز اجيب الحزن بتاع الفرقه الثانيه. فكان بالنسبه لي كان ميسي. هنا الصوره حلوه جدا، اولا انت جايب انكسار يعني فرح وحزن بالظبط، فانا بحب انكسار أربط. ميسي اللي هو طبعا ميسي يعني من اهم لاعبي العالم وفوز الفريق يعني بالظبط. فبالنسبه لي انا بحب اربط اجيب الصوره فيها الاثنين، فيها المشاعر بتاعت كل فريق والتاني. طيب خلينا نروح برضو لمصور المحترف أيضا يعني، ومصور وكالة الأنباء الفرنسية فريد قطب، وهو موجود دلوقتي في موسكو، وطبعا هو مصور موقع مصراوي وموجود في موسكو علشان بطولة اليورو. خلينا كده يعني نعرف الأخبار إيه. مساء الخير أستاذ فريد. مساء النور، اهلا بك، اهلا بك يا فندم. ايوه يعني اولا احنا بنتكلم النهارده يعني مبسوطين ان احنا برضو بنعرف الناس قد ايه مساله التصوير الرياضي دي مساله مش سهله، يعني بتحضر نفسك ليها ازاي؟ يعني انا عارفه ان انت عملت اكتر من بطوله، وانت دلوقتي موجود في اليورو اللي كله مفاجات اصلا. حقيقي. طيب سريعا كده، انا التصوير الرياضي خصوصا هو من اصعب الحاجات اللي ممكن حد يصورها، بسبب ان هي مكلفه جدا وعاوزه حد يكون متطور متطلع. طب انا طبعا اول ما بدات كان 2016، صورت ماتش كان في الدوري المحلي، اتهبلت بتصوير الرياضي حبيته قوي، فقررت ان لا بقى طموحي بيزيد، انا عاوز اوصل اكتر، ان انا اصور
كاس العالم، نهائي كاس العالم. مظبوط. طيب هقدر اعمل ده ازاي؟ لازم اخدها ستابس. لا يمكن، مفيش حاجه اسمها اطلع الدور العاشر من غير ما اطلع الدور الاول والثاني. عملت ايه؟ حطيت يعني حطيت تارجتس شورت وفي لونج. يعني اول تارجت عندي ان انا اتميز في الدوري المصري، لازم اتميز في الدوري المحلي بتاعي. تمام؟ ان انت تصور في الدوري نفسه يعني. لازم. بتصور اي يعني مثلا بتصور بقى كل الماتشات، اهلي زمالك انبي مثلا ودجل، اي بالزبط. بقى ماتشات يعني، ولا بتختار فرق معينه؟ لا انا 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 ما هو انا مش هينفع اكون مصور نادي اللي هو انا او أكيد مصور كل واحد فينا بيشجع نادي. للقمه مثلا. لا ما ينفعش بصور اي حاجه. اوقات كتير جدا صورت دوري الدرجه الرابعه وطلعت باكشنز جميله جدا وبقصص رهيبه لو قعدنا نحكي فيها يعني كتير. بعد كده قلت طب انا ازاي هطلع اصور حدث عالمي زي ده من غير ما اصور حدث قاري؟ فبقى التارجت اللي بعده ان انا عاوز اصور كاس امم الافريقيه. الحمد لله ربنا وفقني وكنت ضمن ثلاث مصورين. ده اللي كان في الجابون 2017. كان في الجابون. ده كان بقى انطلاقتي، طلعت عن طريق يلا كوره وطلعت وصورت هناك ولقيت نفسي بقى. الصورة دي يا فريد، الصور دي يا فريد من الجابون يعني. هو انا مش شايف الصورة، انت مش شايف. بس ممكن يا كاس العالم، كاس العالم، الوجوه الجماهير بقى، الناس اللي ملونة وشوشها انطباعات الجماهير. ممكن ايمن يقول لي بس الصور، ان طبعا ايمن امست عليه الاول يعني صديقي الصديق يعني. بس دول ايمن على فكره انا كنت ضعت في روسيا. ايمن في السيرش حلو قوي وبيعرف يحجز ويعرف يعمل، شاطر جدا يعني. فانا بس ممنون. فبس الصور ايه ايمن؟ معلش اللي معروضه عشان انا شايف. الصور اللي كانت معروضه دي كانت خاصه بالجمهور، واحد كان بيشجع البرازيل حاطط الالوان بتاعه البرازيل يعني. تمام. فلكن انا عرفت ان انت سافرت كمان 13 ساعه عشان تروح روسيا وتظبط يعني زي ما بنقول يعني مشاوير كتيره جدا واميال علشان لقطه. قد ايه اللقطه ممكن تخلد بقى شغل صاحبها ومجهوده وتعبه، وزي ما انت قلت الاهداف اللي انت مشيت بيها يعني. بالظبط كده. احنا انا وايمن قعدنا في روسيا تقريبا 44 يوم. حضرتك لك ان تتخيلي ان احنا 44 يوم تقريبا، في 15 يوم في النوم احنا في القطوره يعني 44 يوم في منهم 15 يوم احنا في القطر نوم قاعدين. وطبعا المسافات كبيره جدا، شنطنا كبيره، حاجاتنا بهدله. بس كان عندنا تارجت، عندنا حلم. احنا مش جايين لمنتخب مصر، احنا جايين نحقق حلمنا ونصور ونوثق حدث مهم زي ده. ربنا كرمني الحمد لله وصورت 17 مباراه. ربنا كرمني بصوره في مباراه الافتتاح، يعني انا مش عارف انتوا عرضتوها ولا لا، مشجعه بتبوس راس يعني راس مشجع على هيئه كاس العالم يعني. مرسومه دي الحمد لله ربنا كرمني فيها بسبع جوائز. انا لسه كنت بسال ايمن السؤال ده يعني. انت دلوقتي بتتقدموا بقى بالصور دي، ويعني زي ما فريد قال، وفريد معانا خليه على سكايب، بتتقدموا بالصور دي ان انتوا تاخدوا يعني جوائز ومسابقات ويعني بس انا اللقطه تظبط الاول يعني. لا هو انا مش يعني حاليا ما بقتش اللي انا بسعى ان انا اقدم في مسابقات كتير. يعني بشتغل على ان يعني اشتغل على نفسي اكتر، وده بيخليني ان انا حاجات كتير بتقع مني يعني. في فعليا مسابقات كتير بتقع مني عشان انت لسه عايز تاهل نفسك اكتر واكتر يعني. طب انا مثلا شايفه هنا يعني، احكي لنا كده الصوره دي. ده الكاف دي فريد. دي صوره، الصور من صور فريد. يعني ده كان في بطوله افريقيا اللي في 2019. بتتبادلوا الصور يعني؟ بتتبادلوا التعليقات؟ انت تقول له لا الصوره دي هايله حطها، لا الصوره دي خد بالك كان فيها كذا يعني. انتوا الاثنين بتتعاونوا اكتر؟ طبعا. دي كلها صور فريد. في حاجات كتير كنا بناخد فيها راي بعض يعني. فريد مثلا انا اكون في صورتين بفضل ما بينهم، بقول له يا فريد انهي انت شايف من وجهه نظرك انهي احسن من في الاكشن الموجود. طب انا اقول لك حاجه يا ايمن، رغم ان الكوره بجد الملعب مهم والفرق الرياضيه مهم والنجوم مهم، لكن الجمهور عظيم. الجمهور يا فريد، الجمهور بيبقى مهم قوي جد. يعني الصوره اللي معايا دي على الشاشه
صوره واحده يعني من الجمهور مشجعه للارجنتين، وطبعا كل واحد بيحط يا علم يا 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 الزي بتاع الفريق بتاعه، فالصوره رائعه جدا. الجمهور هنا اقرب للبورتريه لانه في كمان احساس الجمهور الفرحه. وكلمنا عن الصوره دي، الصوره فريد بتاعه الارجنتين. طيب لحد ما فريق يرجع لنا تاني، كلمنا مثلا على الصور دي، لان انت برضو كان عندك حاجات للجمهور. قد ايه صور الجمهور محيه؟ يعني هي مختلفه كمان عن ايحاء الكوره واللعبه. احنا دايما كنا بنروح الاستاد قبل 9 ساعات من الماتش عشان نوضب حاجتنا ونوضب شنطنا ونشوف نحاول ندرس على الاقل الحاجات اللي احنا هنخش منها وهنقف فين وكده. وقبل الماتش بساعتين بننزل ناخد لفه في التراك. بعينك بقى تشوف في التراك. اه بالظبط، في التراك اللي حوالين الملعب كله، عشان احنا في حاجه اسمها جمهور. احنا بنعشق اصلا التصوير في تصوير الجمهور. آه. وكنا مفتقدينه هنا جدا في مصر. فما رحنا احنا دي اول حاجه اللي احنا فكرنا اللي احنا نروح نصورها، اللي هو هنركز كمان على المشجعين. ايوه، لان الجمهور كمان بيتكلم عن ثقافه بلد كل حاجه. فريد رجع لنا، وخلينا نساله على الصوره دي. فريد، عايزين نسألك على الصورة بتاعتك بتاعت المشجعة للأرجنتين. طبعا الحزينة؟ هي لا. مش حزينة قوي، هي بالعكس مبتسمة، أو يمكن حزينة على فكرة. لا بس بتضحك. طب أنا بس الصورة مش مجمع قوي يعني الصورة، بس أنا حابب أحكي يعني حاجة مهمة قوي. المشجع زي 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 ما بيقولوا في الكورة، هو يعني هو حقيقي رقم واحد. احنا لو في اوقات بيكون اهم صوره في الماتش هي صوره من المشجع، مش كوره اصلا، لا كوره ولا تاكلينج ولا حتى رفع كاس، لا هو مشجع. وده حصل معايا في ماتش العوده بين الاهلي وصن داونز، اللي صورت حد من زاويه احتياطات خاصه وهو حزين وحاطط ايديه كده بعد خساره الاهلي وخروجه من البطوله. هي دي كانت صوره المباراه. وبرده كان في قبلها في مشجع حاطط الكرسي بتاعه فوق العربيه السيرفيس ورايح بيها، ودي كانت صوره قبل الماتش. فحضرتك يعني تخيلي ان ممكن رزق ربنا يجي قبل الماتش ب5 ساعات، ودي كانت صوره الماتش. فالمشجع هو رقم واحد طبعا، والمشجع اصله حاله ورقم 10 طبعا. المشجع ده حاله. طب انا هكلمك عن صوره تانية. كلنا طبعا عارفين تاهل مصر لكاس العالم والصوره الشهيره بتاعت تريزيجيه، يعني دي قلبي. يعني دي انا هنا هسالك سؤالين. اولا انت مصري، يعني قاعد قلقان جدا كمصري طبعاً، كمتابع وكمشجع، فازاي بتقدر ده وفي نفس الوقت انت بتشتغل؟ يعني عايز تعمل لقطه، يعني ازاي بتعرف تبقى جاهز قوي كده؟ الصوره معانا والناس اكيد شايفاها. هلا حضرتك على حاجه، الصوره دي في صوره في نفس الماتش ربنا كرمني فيها وخدت افضل صوره رياضيه 2018. بس الصوره دي لو سالتيني افضل صوره واقرب صوره الى قلبي اقول لك الصوره دي. ليه بقى؟ بتاعه تريزيجيه ومصر دي. طبعا الصوره دي انا هي بينت لي وقالت لي يا فريد انت مصور محترف. ليه قالت لك كده يا فريد انت محترف؟ ايه السبب؟ لان برضو ان في التوقيت ده احنا كان في الملعب اكتر من 50 مصور طبعا او 60 مصور. طبعا فاكره الاحداث اللي حصلت والزحمه اللي حصلت طبعا، فكنا كتير قوي طبعا. كون ان انا اكون جاهز في التوقيت ده واعصابي ثابته، وانا بقول لحضرتك والله بجد بدون اي مبالغه، لو حد بيتفرج معايا على ماتش في قهوه او حاجه لفرقه بشجعها او منتخب مصر، هتسيب الكاميرا وتتنطط هيكره يتفرج معايا اصلا هيكره. أيوة. لكن معرفش ببقى يعني بارد برود، انا بستغربه وانا في الماتش بارد. أيوة جدا. لان انت فاصل نفسك، انت هنا بتشتغل يعني ده حقيقي، بتبص بعين تانية يعني. بس الماتش ده كان بالنسبه لي هو زي ضياع حلم لمنتخب مصر، هو برضو حلم بيضيع. طبعا ما هو اكيد يلا كوره مش هيصفرني لو منتخب مصر ما راحش. طبعا فزي ما هم انهاروا انا كمان يعني انهار. بس انا كنت ثابت، لا انا كويس، انا تمام. اقسم بالله انا اول ما الجون دخل انا حسيت ان الصوت بتاع الجمهور وقف. انا خلاص مش سامع حد، بس انا شغال.
وهي الصوره الحقيقه انت جايب الكوره وهي جوه الشباك وتريزيجيه وال بحمد ربنا. لا يعني الحقيقه الصوره حلوه جدا، لحظه لما كان العرقله كده والكوره وال برضو يعني برضو احمد ربنا ان الصوره دي بفضل الله ما فيش كتير خدوها، ان انا في التوقيت ده في مصورين كتير وقعوا حرفيا. طب هسالك سؤال، انت عارف برضو ان الكوره يعني انا يعني هنا بنافس دلوقتي كل المعلقين بتوع الكوره ايا كانوا بقى طبعًا اي كباتن يعني طبعًا دلوقتي لما بيبقوا عندهم البرامج بتاعتهم المتخصصه بيبقوا على اتصال بيك بقى عارفين مثلا انه ايمن، هنكلم ايمن اكيد عنده صور، نكلم فريد، فريد هيدينا الصور، يعني ده بيحصل فيه منافسه عليكم من البرامج والمحللين والمعلقين و بص حضرتك انا بس في حاجه مهمه، انا السوق دلوقتي يعني مثلا كلمني على السوق يعني. هو صح، بس انا اكتر شغلي بيكون وكالات، يعني مثلا في حاجات عملتها جيتي ايماجز قبل كده بيكلموني في مثلا بطوله مهمه انا يعني مثلا بغطيها، مثلا نهائي كاس العالم غطيتها لوكاله كبيره من الوكالات، ف لكن قناه تكلمني عشان صور دي ما بتحصلش الصراحه. وانا برضو مش يعني مثلا يلا كوره موديني اليورو او مثلا موديني انت بتعمل شغلك واي حد بقى يجيب الصوره دي حاجه ترجع له هو بالزبط. انت بتعمل شغلك بالزبط. يعني طيب انا بس في حاجه عاوز اوضحها ممكن انا اسف معلش انا بس في البطوله دي انا في البطوله دي هو اصلا وجود المصورين داخل الملعب هو ممنوع اصلا، بس انا موجود في اليورو، انا يعني جاي عن طريق صديق يعني روسي اتعرفت عليه في وكاله انباء روسيه لما كنت في روسيا السنه اللي فاتت من في يعني في كاس العالم، وقال لي احنا عاوزين، انا كنت مري له حاجات عملناها في الهاند بول، انا برضو كنت التيم ليدر بتاع الفريق المصورين. الهاند بول ده كان يعني حاجه رائعه اصلا. احلى الحمد لله الصوره دي الحمد لله انا كنت طب فريد انا هسالك، هي الكاميرا بتاعتك هي اللي وراك اللي احنا شايفينها في وراك؟ هي دي. طب امسك الكاميرا لو سمحت، خد لقطه كده وانا هكلم ايمن. اسمها طيب خلاص خد اللقطه كده صور لسكايب يعني كده ولا كده؟ لا كده تمام ماشي. طب ممكن بسرعه بس مساعد هتكلم غير دي، هات شنطه بس معلش. ظبطها واحنا هنكلم ايمن ونرجع لك تاني. ايمن وتبقى ده الختام معاك يا فريد. يعني عايز اعرف بقى بتتكلفوا كتير قوي، بتسافروا قطارات واميال وحاجات، بتعملوا ايه يعني في التكلفه الكبيره دي؟ يعني انا في سفريه روسيا أنا ببني عشان أكون مصور في وكالة رياضية بس، وأنا بسعى لده لغاية دلوقتي، فشايف إن ده عشان أوصل له أنا لازم يكون السي في بتاعي وعندي خبرة هدفع فيها فلوس. ده أساسي. فأنا كنت طالع كنت طالع روسيا على حسابي كامل، وكنت مستلف وكنت قبل الجواز، وكانت كانت الحاله صعبة. العروسه كانت هتطير منك كده. لا يعني انا قلت لها انت وريت العروسه الصوره دي اللي هي بتاعت محمد صلاح. انت هادي قوي يا ايمن، يعني على فكره الكوره دول بيبقوا شاطرين. يعني بص دلوقتي فريد هيصورنا. فريد انت جاهز؟ هتاخد لقطه، انت بتاخد لقطه كده على الهوا يعني واحنا موجودين في الاستوديو. طب مين هيحط العدسه؟ عشان دي عدسه وايد. تانية دي عشان ماتشات. انا كنت بكلم ايمن في مساله التكلفه، انتوا بتتكلفوا وبتسافروا وبتروحوا، يعني هل التكلفه اللي انتوا بص هز راسه ده واضح انه دافع كتير قوي. التكلفه دي كلها بتعملوا فيها ايه؟ انا بس هتكلم على تكلفه واحده بس. عارفه حضرتك تصليح الكاميرات بتاعت نهائي كاس العالم اللي باظت مني كلفتني كام؟ ارقام بقى بسبب ماتش النهائي 13000 جنيه. ده التصليح 13. بس 13000 حضرتك البطاريه دي بس ب 3000 جنيه. طب بعد الهوا اعرف انت بتكسب قد ايه؟ اكيد في مكسب. لا لا مش هو اكيد في مكاسب يعني يا شباب مش كده يعني. اكيد يعني. طيب انا يعني فريد انا بشكرك جدا، وعلى فكره يعني ما يجراش حاجه ابدا انك تبعت لنا برضو صور، يعني احنا فريق التاسعه في الخميس بنحب الرياضه، فبعت لنا اي صور واحنا هننزل الصور، بالذات ان لسه يعني اليورو شغاله وطوكيو هنتفق مع ايمن، بس احنا ببلاش مش هندفع فلوس. عليا ولا ايه؟ أشكرك جدا. سؤالي الأخير، أنت بتبقى بتشجع نادي معين بقى في العالم ولا أنت محايد طول الوقت؟ أنا ولا أيمن؟ أنت هسأل لأيمن نفس السؤال.
ابص حضرتك عشان خاطر ما بقاش يعني ايه غشاش. طبعا اكيد بشجع نادي ده في مصر تمام، بس ما حدش هيعرف انا بشجع ايه، ولا حد هيعرف ولا غير لونه لما ابطل، ابيض ولا احمر ولا غير لما ابطل. وعلى فكره الدليل انا صوري كلها ما حدش يعرف فيها انا بشجع مين. يعني طبعا لما ده الاهلي ذكاء خسر علشان كمان ما حدش بالظبط، عشان الجمهور لما يفضل الاهلي معاك. خسر في نهائي رادس 2000 في رادس من الترجي، ايوه انا صورت الاهلي في صور يعني كاني تونسي، ايوه انا ماليش دعوه ايوه مالكش دعوه. ماليش دعوه. ايوه ولما الزمالك كسب الاهلي يعني نهائي كاس مصر انا زملكاوي، ولما الاهلي كسب انا اهلاوي، ولما منتخب مصر بيخسر انا يعني انا ماليش دعوه. يعني انت مصراوي طول الوقت تبع مصر. انا بشجع مصر، هي مصر بقى بتلعب. بالظبط كده. بشكرك جدا فريد اودرو لحظه بس، مساوي. في بس حاجه مهمه جدا، اتفضل. انا برضو الفريق اللي انا بشجعه قلبا وقالبا واقدر اقول من غير اي كسوف هو الترسانه الشواكيش، ده الترسانة. فرقتي المفضله من الصغر. فلازم برضو اقول ده يعني ما فيهاش كسوف طبعا عايزه اقول لك الشواكيش. عايزه اقول لك الكوره حاجه جميله، بس انا شخصيا بحب التنس. انا برضو على انا فكره انا بقيت ويمبلدون، بلعب تنس رولون جاروس، يعني فبليز شويه تنس برضه، يا شويه فندم. انا تنس بنتي يعني. اصلا بلعبها تنس، يعني اصلا بنتي اصلا تنس على طول. والتنس جميل وجمهوره جميل كمان يعني، بس هنعمل ايه، الكوره بقى واكل العيش يعني. بس عندنا بشكرك فرص. جدا فريد قطب، شكرا يا فندم، مصور اشكرك. وكاله الانباء الفرنسيه، بشكرك شكرا جزيلا. طب ممكن بس في حاجه اخيره، اتفضل. هو انا مش مصور الانباء الفرنسيه، انا متعاون معاهم، متعاون مع بي معاه. بي سي. متعاون، خلاص انت لكن انا متعاون، اصلا مصور في الكاف، ويعني كم حاجه. كله شكرا، كله تمام، كله هيعدي. اشكرك اشكرك جدا. شكرا، طيب احنا اشكرك. هنرجع ليك يا ايمن، وانت كنت يعني هيحطوا لنا الصوره بتاعت محمد صلاح، وتقول لي قد ايه التكلفه اللي انت بتقول عليها كانت. انت دلوقتي دي صوره محمد صلاح، انت هنا بقى في المباراه متابع محمد صلاح طول الوقت ولا متابع المباراه؟ انا لا، في المكان دوت احنا كنت بدرس هو محمد صلاح هيلعب في انهي مكان، ايوه عشان اكون هو هيكون راس الحربه بتاع الفريق، يعني هو المهاجم بتاعنا وهو اللي هيجيب الجون بتاع فانت كاس مع العالم، محمد صلاح ودي اخر شمال فرصه، يمين فوق، ودي اخر فرصه لينا، فاحنا فانت مع محمد انا صلاح محمد كله. صلاح. فاول مفيش ما جات مرة له حد علق يا محمد صلاح مثلا، على فكرة بيدخل على تويتر كتير وبيشوف سوشيال ميديا، ما حصلش مرة صور نزلت وحد او حسيت تعليق من نجم كبير زي محمد لا لا، صلاح؟ هو يعني بيشير لنا صور، يعني بيشير لكم صور في صور، بتاعتكم، في صور، وفي حاجات احنا ساعات بنبعتها له ينزله، بيقول بينزلها ايه، عنده. بيعلق على ايه لما انت تبعت له؟ لا هو يعني ما بيعلقش، لان بس ما فيش. التشهير في حد ذاته بالظبط، انه هو ده حاجه، معجب باللقطة بالظبط وبالصورة دي يعني. حاجه بالنسبه لنا حاجه كويسه يعني. وده الجون بتاعنا في كاس العالم، ده الجون الوحيد اللي احنا جبناه يعني. طيب طوكيو على الابواب، الكاميرا جاهزه، الكاميرا جاهزه. ناوي تعمل ايه؟ اولا عندنا فرق مصريه كتير، ده صحيح. وهل انت يعني هتمشي ورا، او يعني هتبقى بتصور مثلا كوره بس، ولا سباحه، ولا يعني عندنا حاجات كتير، كل الالعاب موجوده، فانت هتصور والله ايه؟ انا عامل جدول للحاجات اللي انا هصورها، ففي الجدول دوت كرة القدم وكرة اليد والسباحة، بس يعني في انتظار، يعني انا جالي الاكريديتيشن بتاع الكورة، في لسه اللجنة الأولمبية مستنيين بقى بقية الألعاب، ده مهم بالنسبة لي جدا يعني. وبتبقى بقى معاك جدول، انا النهارده كوره، النهارده سباحه، النهارده هنبول. بالظبط. بس انت ايمن بتحب ايه يعني، اللقطه الحماسيه اكتر عنك؟ انا بالنسبه لي لا، انا بحب تصوير الرياضه كله عامه، في الرياضه كله. يعني الصعوبه بتاعته، انا بحب الحاجه الصعبه، الحاجه اللي اقدر اوصل تتحدى نفسك فيها. بالظبط، واللي انا اقدر اوصل للمشاهد اللي كان بيحصل هنا ايه، وايه ايه صورة الماتش، او ايه المشاعر اللي كانت موجودة في الماتش ما بين الفريقين. وبتحب تبين في الصورة انها مش مجرد صورة يعني، بالظبط صورة وخلاص، صورة فيها حركة يعني. بالظبط. انا شايفة في صورة محمد صلاح يعني فيها اداؤه، رجله وهي مفرودة وهو بيلعب الكورة، يعني الصورة صعبة بالظبط. يعني، اللقطة انها تثبت هنا، بالظبط، ويعني ناقص بس ان احنا نسمع صوت الجمهور فيها. ده صحيح. ف ده يعني صحيح. اعتقد الكورة فوق يعني، لا الحقيقة الصورة
يعني صورة حلوة. تسلمي يا رب. شكرا حضرتك جدا. أنا بشكرك جدا يا أيمن، وبتمنى إن شاء الله إحنا هنتابعك وإنت في طوكيو، هنبقى معاك كمان وهنبقى مع فريد إن شاء الله أيا ما كنت، ونستفيد بالصور دي شبابنا المصريين اللي بيصوروا. بشكرك شكرا جزيلا. ونرجع ونقول إنه الصورة رزق، يعني رزق طبعا، لأنه الصورة ممكن تاخدك لمكان مختلف، وممكن تحقق أشياء مختلفة جدا، وممكن يعني تحط المصور في منطقة تانية خالص. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا حضرتك. نكمل معاكم فقرات التاسعة بعد قليل، كونوا معانا.